يعني نجح في عيش وأخفق في عيش. بعدها حد مذكرة بيتر بروكر نفسه يقول أن أنا عندي مذكرة خاصة بها يعني أحتفظ بها طوال السنين وأراجع أموري كل سنة وأشوف فين أخفقت فين طورت نفسي. وهذا الله أعلم. أنا هذا التوحيد. عندي أسئلة تانية. لما توقفت هنا اثنين أصلاً. دي كنت ما عندك. سوريا. سوريا. إيطاليا. سوريا. سوريا. أنا عارف. أنا عارف. إيطاليا. لا لا ما طيب كبرنا في العدد لكن كيف نحصل على ال طيب النوعية بتأتي من الأخلاق بتاعة القائد بتاعه. يعني كلنا نتمثل بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صح؟ كان الصحابة يتقاتلوا على أنهم يتقربوا ويتلمسوا الرسول صلى الله عليه وسلم لحبهم له. ولو كنت فضل غريزة القلب لم فضل حقه. ودي بتكون النوعية. أنت يكون عندك قائد متفاني أو شخص متفاني بتحبي أن تكوني شيء زيه. يقول لك مثل أعلى. هي مثلك الأعلى في الحياة. هيطلع عن البنا يبقى أنت مش هتعملي حاجة. هيطلع على الرسول صلى الله عليه وسلم هتعملي كل حاجة. النساء القدوة الحسنة ليكي هو اللي بيخليك تتغيري. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين اللي هو مجاهدة النفس. يعني كنت أتذكر للشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان أحد العلماء المصريين وكان وزير. كلما علت نفسه من وزير يخش الحمام ينظفه. عند ملك. أو ينزل في الأرض في الطين مع الفلاحين يساعدهم. كلما علت نفس سيدنا عمر رضي الله عنه يقول بخل بخل لقد كنت طفلا تلعب في حارة من حوالي مكة إلى كذا واضرب نفسه بالدر. فكلما علت نفسي لأن علو النفس من الشيطان. بص في المراية أنت أجمل واحد في أجمل منك كتير. بص في الشيطان أنت وسيم أنت قوي أنت كذا. مين اللي بيزيلك ده الشيطان. ها؟ الاستغفار دائما الاستغفار الدائم. سيدنا علي رضي الله عنه لما كان بيتكلم عن واحد قالت انا عايز اتجوز قال استغفر عايز اخلف عايز استغفري عايز ربنا يزول اسمه استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وامددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم غرفان. فالاستغفار مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر في اليوم 70 أو 100 مره. الاستغفار الاستعاذه بالله دائما من الشيطان الرجيم. لأن الوحيد الذي قادر وبإصرار أشد من إصرار المسلمين على غواية الناس هو الشيطان. يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا عشان هو قضيته في الدنيا أن يغويك ويغويني. وأحسن يوم عنده هو يوم الطلاق لما يهد أسرة. يوم الطلاق ده هو يوم ساعد الشيطان. فلا بد ان نستعيذ دائما من الشيطان بالله من الشيطان الرجيم. يبقى استغفار لاستعاذة من الشيطان الرجيم. مخالطة الناس الذين المرء او كما قال صلى الله عليه وسلم الرجل او المرأة الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم. يصبر دي مهمة جدا. الصبر ليس كالذي لا يخالط ولا يصبر على اذاهم. يا عم ريح نفسه بقى قاعد في البيت. يا عم مش عايز وجع قلب. دول بيقرفوا الواحد ده مش عارف كذا كذا كذا. اصبر على الاذى ده ها علشان يكون لك درجه عاليه عشان تتربى فيك الايه الشخصيه القويه الصلبه. يكون لك عود صلب لا تكسره الرياح. صح؟ شكرا. اتفضل. شفت انت الاصل انا العضلات. فين الكسكسي يا رب؟ ولد هتجيب لنا زيتون وإذا الزيتون وايه واسمها ايه زعتر ان شاء الله. طيب الاخت سالت سؤال وجيه يعني انا بعد ما دكتور حاني يتكلم وانا بفكر فيه. هل تعتقد كل المؤسسات والشركات لما تبدا يعني المجتمعات تبدا بالكواليتي ولا بالكوانتيتي؟ اه
كوانتيتي. شوفوا ابل، شوفوا مايكروسوفت. مايكروسوفت كانت مشهوره لما اول اوبريتنج سيستم، مين عارف اوبريتنج سيستم؟ يعني ويندوز نظام. السلام عليكم. انا حاسمع كلام. حينما نلتقي اي مشكل، وكلما كلما ogni volta che cerchiamo di دوقي يا مشاكل، انا فهمت. سبرانو يا عم، بيتزا بيتزا بس non ce la facciamo. اه ده احنا لما نواجه مشكله نستنى نحلها. كلك sono le armi كل يزارو. برايكم انتم ايه هو الحل؟ عندنا مشكلة صعبة، نواجهها ازاي؟ اجتماع. اجتماع صمم على الهدف، تحقيق الهدف. ايه تاني؟ الصبر. ها؟ الصبر. الصبر، الشورى، ما نفقد الامل، نقلب اللي قوى حل. اصرار، توكل على الله. اصرار، توكل على الله. تضحية. ايه؟ تضحية. تضحية. سيلفي. تعال تعال. انا سمعتك انت. تعال اديله سيلفي يا ابني. هاجي لك بعد شويه. احاسبك. احنا لما جه مشكله هنحلها ازاي؟ نتعلم من تجارب الاخرين. اغلب الثورات الربيع العربي بدون دخول في اي واحد، ها؟ اوعى حد يتكلم. دي دخول في اي واحدة، ها؟ ايطاليانو، ها؟ ما تعلموش من تجارب الماضي. التجربة الجزائرية في الثمانينات. التجربة السودانية برضك في الثمانينات. التجربة التركية. تركيا في الخمسينات انتخبوا رئيس وزراء منتخب اسمه عدنان مندريس. ونجح. فالبرلمان خد 230 كرسي ضد حزب اتاتورك. على برنامج انتخابي بسيط جدا. بعدها باربع سنين نجح تاني. لكن حصل عليه ثوره من الجيش واعدم. التاريخ ده لابد نتعلم منه. لابد نتعلم منه. لابد. حرام ان يكون في تجارب قدامنا وما نتعلمش من اخطاء الاخرين عشان احنا نتبنى نتفادى. فالراجل اعجب باصراره. هو عايز يحل مشكلته، ما عندوش وظيفه. اعجب باصراره. قال له تعرف تعمل ايه؟ قال له بس جربني لمده 30 يوم، ها؟ وشوف، وهشتغل عندك متطوع، بدخلنا في منظومه ايه؟ تطوع. وانا عندي اعمل كذا وكذا وكذا. قال لك خلال شهرين كان هو مدير الشركه. لان كان مصمم على انه ينجح. مصمم على انه يجد حل لمشكلته. مشكله ما عندوش وظيفه. مش عايز يعيش عاطل عن المجتمع. واصر على انه ايه؟ ينجح. اسالوا اهل الذكر، اقروا، تعاونوا مع بعض، تشاوروا، لكن في النهايه لابد تصروا على انكم. مش معنى ان عدنان مندريس عدموه سنه 61 من القضيه، لا بالعكس، هو كان اول حجر لبناء الديمقراطيه في تركيا. اوعى هتفتكروا لما اعدم عدنان مندريس الانجازات اللي عملها راحت، ما راحتش. بدات مسيره ما شافهاش هو، لكن هو دلوقتي قاعد بيتمتع بنبراها دلوقتي وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو نعلم عن نكر فتنازل حتى عن شخصيته التي اعطاها الله له. قد ايه؟ انا رسول ومؤيد ونبي مرسل ومنجم علي القران، ولكن في الوقت ده رأيت أن مصلحة المجتمع أن أتغاضى عن هذه الإيه؟ الجزئية اللي هي مهمة. ليه؟ لأنه كان يرى أن هو عايز يحقن دماء المسلمين. لأن الدعوة الإسلامية لا تنتشر في الصدام. لذلك الذين ذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم للعمرة كان حوالي 1000 وكام؟ 1200 ولا 1500؟ بعد 21 سنة
أو 20 سنة من الحرب والنزاع، الذين ذهبوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كانوا أو في حجة الوداع كانوا 100,000 في سنتين. يبقى معناها الدين بتاعنا دين العقل الذي لا ينتشر ساعد اللي هو ايه الصدام. لذلك اعداء الدين دلوقتي بيعملوا ايه؟ بيجعلوك مصطدم بهم دائما، يجعلوك وتصطدم بهم دائما لكي لا تفكر بعقلانية وتستطيع ان تنمي المجتمع. فصلح الحديبية كان حوالي 1500 بعد 21 سنة، في فتح مكة الجيش فقط كان 10,000 وحجة الوداع كانوا 100,000 وزيادة في سنتين. ده ايه؟ فلذلك الرسول الضرب هذا لابد ان نجاهد نفسنا. يعني في النهاية مجاهدة نفس، في النهاية زي ما نصر الدين قال لك ان في 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 مجهود شخصي. يبقى الواحد ماسك ايه؟ عايز اقف او ما انا شاهد نفسي. او اقول لواحد من زمايلي كل ما اتنين وقفت كده رجعني. واحد بصي لي كده، واحده من زوجتك ولا اختك ولا امك ولا صديقه، بصي لي كده وانا ايه عليت صوتي اقعد. مره اثنين ثلاثه هتعود. وده ليش بتسميه التربيه في مجاهده النفس. ودي حاجه في كتب كتير جدا مكتوبه لابن القيم الجوزيه وغيرهم في مجاهده النفس. دكتور هاني، non solo il fondatore di Islamic Relief ma è una persona che ha cambiato il mondo e che continua a cambiare il mondo attraverso i suoi viaggi, attraverso le sue conferenze, attraverso le sue parole, soprattutto attraverso le sue idee. Ha parlato di determinazione ed è l'aspetto più importante del suo operato, del suo lavoro, essere determinati e credere fermamente in quello che si fa. Nel momento in cui io sono sicuro che la mia idea è quella giusta, devo combattere per affermarla. Questo è quello che ha fatto il dottor Henry 30 anni fa. E oggi il nostro lavoro, quello che noi stiamo facendo, quello che voi state facendo, è dovuto allo sforzo di persone come lui che hanno veramente sgomitato per ottenere i propri diritti e per affermare le proprie idee. Quindi il ringraziamento va al dottor Henry per la sua presenza. E nel momento in cui lui ci ha detto che sarebbe venuto in Italia, ha detto: vorrei incontrare qualcuno, voglio incontrare il futuro, però non fatemi incontrare il passato, non fatemi incontrare i vecchietti, fatemi incontrare il futuro. Questo è il suo investimento. Quindi questa persona ha dedicato veramente parte del suo tempo prezioso a noi e penso che sia un grande onore per tutti quanti noi aver potuto ascoltare le sue parole, aver potuto imparare qualcosa da lui, e sicuramente questo sarà di ispirazione per tutti quanti noi. Detto questo, volevo solo ringraziare di nuovo il GMI Harif, in particolare l'Edora del GMI, per aver accettato e per aver accolto, diciamo, questa occasione a braccia aperte. E semplicemente Jazakumullahu khairan per la vostra ospitalità, per essere qui, e auguro che questa assemblea vada avanti nel migliore dei modi, con determinazione, con voglia di fare e credendo in quello che